هلا اهم عناصر لتغذيه العظام هن الخضروات، وهالشي ممكن يكون غير مألوف شوي لانه العالم بشكل عام ما بتتناول كميه كافيه من الخضار، بالاخص الخضار الورقيه. الخضار الورقيه مهمه جدا، وهي مصدر كبير من الكالسيوم، فيها نسبه كالسيوم ممتازه، بالاضافه انه فيها فيتامين كي اللي هو اساسا بيساعد على امتصاص الكالسيوم بالجسم. ممتاز. فكرمال هيك يعني الخضروات جزء لا يتجزأ من. انا بقول دايما ما ينفعش يكون في بيت ما فيهوش خضروات. في ناس ابدا يعني ما بيعتبروا السلطه شيء زائد، بالعكس هي شيء اساسي جدا. صحيح. طبعا مش بس كرمال العظام، الى كثير فوائد. صحيح. لا منتهيه يعني. جميل ممتاز. يبقى اذا اول حاجه الخضروات ومهم أساسي جدا يعني. جميل. تاني شيء أساسي جدا طبعا مثل ما بنعرف المنتجات الحليب، ولكن الأجبان هي أفضل من الحليب حتى، يعني نسبة الكالسيوم اللي فيها مرتفعة جدا، خصوصا جبنة الموتزاريلا. والله هي تقريبا فيها نسبة دهون، ولكن دهون صحية مفيدة للجسم طبعا، ونسبة الكالسيوم فيها جيدة مرتفعة جدا يعني. وثالث أهم عنصر كمان، يعني هدول طبعا بالتوب، في كمان عناصر غير بس هدول أهم شيء.